جرين بطل. لا بطل دي بتاعت محمد، يزعل محمد حبيبي محمد والله ما هيزعل. طب لو عايزين محمد يخش معاه في تحدي دمروا اللايكات والله دخلوا معايا. جاهز نوصله 50,000 لايك؟ لا يوصلوا 20 بس، اول ما يوصل 20 تخشوا مع محمد في تحدي عشان خاطر انا 25. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده تحدي قوي مختلف، واحب قبل اي حاجه اقدم لكم صاحبي وصديقي ويعتبر صاحب عمري، ماليش حد صاحب غيره جدا، يعني انا ما بصاحبش حد ونادرا لما بصاحب حد، ولما بتلاقي صاحب جدع امسك فيه، امسك فيه جامد عشان محمود جدع. ربنا يخليك يا هيبه واطيب خلق الله. طبعا ابراهيم صاحبي من زمان والحمد لله العشره يعني بينا قويه جدا. المهم من غير رغي كتير، ابراهيم شاف التحدي الكوري اللي انا عملته عمال يقول لي يا عم انت طالع في السماء بالكوري، والحزن الحظ ان انا نزلت القاهره. طبعا انتوا عارفين ان انا نزلت القاهره، وابراهيم طبعا ايه على حظ ان مفيش تحدي اندومي ومش عارفين نجيب من اندومي، فجبنا طبعا الايه الوجبه البركانيه دي. دي طبعا وجبه بركانيه ما تقلش عن قوه الاندومي الكوري. اهم حاجه الشطه بتاعتها زادت. بس انت بس عشان انت بتاع شطه. بس انت اقدر. انا بتاع الشطه. انا عارف إيه. هو عمال يقول لي انا وانا اما نشوف اخرتي. طبعا معاها وجبه كنتاكي برضو حار جدا، سبايسي حار جدا، ومعاها طبعا كميه البطاطس ديت. مش عايزين نرجع نعيط. العيش تبع التحدي ولا بره التحدي؟ لا بره التحدي. فاهم الرز بالمزاج يعني؟ هنا احنا قلنا هنا اهو هي دي لوحدها بركانيه. دي والله يا جماعه بركانيه. ماشي ما انا بقول لك دي كده شطه. تمام هنا شطه يبقى كفايه، يعني مش هناخد بقى. والعقاب احنا مختارينه ومتفقين عليه وما فيناش من زعل. هو صاحبي واخويا وحبيبي ماشي، بس العقاب عقاب. ولو انا او هو شجعونا بقى وصلوا الفيديو ده على لايكات عشان اقول لكم التوأم بتاعه طلعه معايا جزء تاني، بس هو بيخاف من الشطه، بس هطلعه في الشطه لو الفيديو ده وصل على اعلى عدد لايكات. جاهز يا ايما؟ اللايكات بقى ما تنسوش يا جماعه. جاهزين؟ جاهز؟ انا جاهز. جاهز؟ نقول بسم الله ونبدا؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا، واللي نسي يحط اللايك يحط اللايك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البنس بتاعنا اهو، استنى اما نحط البنس الاول يا برنس عشان ايه؟ ماشي ما نعطلش. سيب انا اصب لك. ابراهيم يا جماعه مش هقول لكم يعني اكتر من اخ، اقسم بالله مش عشان هو قاعد جنبي. محمود برضه اخ ليا وانا بحبه. محمود قلبه ابيض جدا 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 زي ما تتخيل. واللي يعرف محمود يفضل قاعد معاه على طول، مش اللي هو دقيقتين ولا سنه ولا سنتين ويبعد عنه. احنا عشره بقالنا كتير جدا. ربنا يخليك يا ايما، راجل محترم وربنا يرزقك بالذريه الصالحه يا رب. يا رب. عريس جديد لسه يا جماعه واحنا بنسخنه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انت تبتدي بالرز يا انت حر، اعمل اللي انت عايزه. انا هبدا بالصعب، مش موضوع رز عشان تنجح تبرر. ادي شطه صعب. اهم حاجه الشطه. صعب حلو زي بقى. محمود ايه؟ صعبه جدا دي، بتبرد شويه. لا فعلا مش هتشطه يا جماعه. ربنا يستر بقى لما اروح عشان انا كده فين بس حد مطافي تستنينا عند البيت. انت اللي بتقوح بس هكمل برضه. اللي دخل الجيش بيستحمل اي حاجه. انا ما دخلتش. يبقى مش هتستحمل الحمد لله. يا بس احنا ابطال. كلكم ابطال. على فكره اللي عاشر محمود واخواته ناس كميه القلب الابيض دي، يعني والله ما كلام. ربنا يخليك بس هتخسر. مش مشكله بس ادي الحج والحق. ربنا يخليك. والحج حقهم. الحمد لله. ربنا يحبب فينا خيركم. يا رب يا رب يا محمود. وكلنا عارفين ان ايه حب الناس. كملوها في التعليقات. سيبهم بقى يكملوها في التعليقات. كملوها في التعليقات. انت مثل ايه؟ الحمد لله. انا لسه. من الله. ما هتدفع لي بمية اصلا. انت مش عارف استقصدتني في دي ليه؟ بس ماشي. مش انت حليف شطة؟ دوس. انا اول مرة اعلق كده. لا هي الشطة فظيعة. بتوص بيها الراجل. انت ما بتحبش دي؟ اجربها. مضطر عشان تبرد؟ هي شكلها فيها لبن او زبادي؟ ما هي بتبرد. انت قايل له زود الشطه؟ لا هو هي بتبقى كده. اوعى تكون عامل فيها مقلب وحاطط شطه هنا. ديناميت، ما هي مفتوحه قدامك. مش عارف اطمن لكش. انت تعرف عني ان انا خمام؟ انا بقولش انت خمام، بس ممكن تديني شطه كده من تحت لتحت. عمري غشتك؟ قربت خلاص يا ابطال. دي اصعب من الثانيه. دي صعبه من الاندومي بس هنجرب. لا لا الاندومي اصعب. هنجرب الاندومي في مره. في مره بقى لما هنعمل اوردر هبقى ادخلك معايا فيه. تجيب المدام بقى كده وتيجي عندي في يومين اسكندريه ان شاء الله. طبعا المدام بتاعته حامل. المدام بتاعتي حامل. يقعدوا جنب بعض بقى واحنا نتمتع بقى شويه. نهيص احنا شويه. يسلوا بعض ونخرج احنا. ما نفسكش تسيب صاحب ده عند ابوها؟ لا لا ما اقدرش.
انا اقدر تقول انا دماغي شويه. لا يا ابني ما اقدرش. البيت مراقب بالكاميرات هتعلقك. واخده صح. ما انت ماشي معايا يا عم. انت خرجت تخلص. لا مين اكتر؟ اهو هو اكتر. لا هو مخلص اكتر والله. انا لسه مش عارف. مش عارف. معلش يا جماعه الكاميرا فصلت بعد ما خلصت اول طبق. طبعا ابراهيم لسه والجو صعب بالشطه دي. يلا هنبدا مكملين في التحدي بتاعنا. وانا لسه طبعا الوجبه بتاعتي زي ما هي. خلصت يا جماعه اهو. ايه ده وانت كنت واكل قطعه ولا ما خدتش حاجه؟ لا انت قبل الرز يعني اربعه. ماشي. ما بتعرفش فنانين ليه كده؟ بيحبوني. لا مش دي. ولا بص الشطه يا جماعه. الشطه عامله ازاي؟ ده الوجبه طلعت اصعب من الرز. لا محمود صعب. صعب انا جبت ميه والله اهو. ميه خالص. ملاح. ايه مريم ليكي؟ انت بنصيح بردك في انجلترا. ايه؟ بنصيح بردك في انجلترا. لا يا محمود بطل. ما زعلش جيش مني ابدا. انا هبقى بطل. صح ولا ايه؟ وعاوز ظهور ليه؟ بتكسبني؟ عشان ما تتدخلش تقول لي كان فيهم. كده كده هراجع الطبق في الاخر. راجع. عندي وعندك. انت عندك رقبة؟ لا. طب الراجل حاطط لي انا اشمعنى حاطط كده انا؟ بيحبك. نار يا حبيبي نار. انا بعزمك على فكره. هدبسك. هدبسك. وانا تحت امرك. هدبس؟ دبستش. هدبس. ابراهيم يا جماعه هيحضر معانا حفله جنس المولود في اسكندريه. ان شاء الله. لازم يجيب المدام ويجي لي اسكندريه ويحضر الحفله. المواصلات عليك؟ على قدي. تعال ابعت لك اوبر من قدام باب البيت. طبعا دي ناشفه عشان سناني. ماشي متفقين؟ لا انا كلتها برضو ناشفه. صاحبي اها عرفتوا بقى ان انا بختار الصاحب الصح؟ ايوه مش انت قلت الحق حق؟ اه بس حلو. ما تسيبش فتفوت. مش هسيب فتفوت. انت عايزنا ناكل كرتونه كمان بس بره. البطاطس تبعها؟ اه البطاطس في التحدي. احنا قلنا العيش بره البطاطس في التحدي. انا قلت العيش بره ليه بقى؟ عشان ما تكلناش. مع انه كان هيبرد معانا احسن. بس هي اللي هتكلها. يعني انت تقدر تاكل بطاطس؟ باذن الله. كميه كبيره. وعادي انا ممكن اخسر لك انت صح. لا 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 ما تلاقيش نفسك بتخسر وتيجي تقول لي انا بخسر لك. انت صح. معلش. وكمان انا طالع من دور عيا انت عارف. انا طالع من دور عيا برضه. فباكل اكل مسلوق كله. احنا المفروض نعمل التحدي ده باكل العظم كمان بالمره. ليه؟ نعمله بالعظم كمان بالمره. طلعوا اكبر المعاش. الوجبات بتاعتك حظه حلو والله. بصوا يا جماعه القطعه حظه حلو. الراجل بعت له قطع صغيره. محمود هيخسر. ابراهيم بطل بقى مش محمود بطل. لو اكبر القطعه بتاعتي بصوا قد ايه. بصوا القطعه من دي دي من دي. حد اختار. بصوا ثواني بلاش الدبوس. بصوا القطعه. انت جبت الشط جبت الشباك من تحت وطلعت بيها. بصوا القطعه. ما انا عارف انا عارف بس انا بقول يعني حظك حلو. حظك ان الباكج بتاعك طلع صغير. حاسين بيا حاسين بيا. البهدله اللي كان بيحضرها لي والله كان بيحضر لي بهدله يا جماعه. منقلب السحر على الساحر. شفت؟ انت قصدك على كاب يعني؟ اه نعم احنا هنغير العقاب بقى. لا 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 بص يا جماعه انا خلاص داخل في الوجبه ايه؟ كده داخل في الحته الثالثه والرابعه والاخيره هي هو لسه. لا بس بامانه الراجل مديك قطع صغيره صح؟ اهو بص اهي ناشفه يا جماعه. زي زيه. اوه هكسب هكسب. بجد صعب. انسحب انسحب. لا ما تعودتش ان انسحب. اكمل المعركه للاخر. انت دخلت جيش خالص. ما انت دخلت جيش يا عم. وهم ابطال الجيش كده. لا ودخلت في اوقات صعبه جدا. اوقات الثوره. اه. يعني انا كنت دخلت الجيش من هنا والثوره قامت من هنا. حظك كان حلو على البلد. فقضيت يعني مده حلوه حلوه يعني واتبهدلت جامد. كله فدا وطن. كله فدا تراب الوطن طبعا. ولا عندك كلام تاني؟ نو كومنت. لو عندك كلام تاني قول. ما عنديش.
نموت نموت وضحيا وضحيا البطل الوطن رحمة الناس دول كده مش هتتاكل طبعا. نموت نموت وضحيا مصر. كده فاضل قطعه واحده والعقوبه هيبقى شديد قوي 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 على محمود. انا احلى حاجه بعملها باخد من هنا وباخد من هنا. هو لسه يا عيني لسه قدامه بطاطس كتير ومعاه قطعتين لسه. طبعا انت ضيف عندي يا كابريم في القناه برضه. انا مش لا 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 والله ما كان ده الكلام اللي اتقال يا جماعه. بس الشطه عامله ازاي؟ طب يا جماعه اسالوا سحر اسالوا سحر في الكومنتات تحت كده. هي بتاكل منها دلوقتي تمام. هو قال ايه؟ قالت له ما ينفعش عشان ابراهيم عندنا. قال لها لا انا مفيش حاجه اسمها عشان المصداقيه والناس تبقى عارفه الكلام ده. لو انا خسرت او هو خسر هيتعمل فيه العقاب. قالت له ده هو في بيتنا. قال لها لا. يعني انت بتطلعني شكل وحش قدام الناس؟ لا انت قلت في بيتي مش في بيتي هياخد العقاب. انا عشان يبقى في حماس في الفيديو. بس انت لو كنت خسرت مش عارف مش عارف. لا 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 ما كنتش معاك الكلام ده. كل واحد هياخد حقه. محظوظ جاي لي وجبه صغيره. طب يعطلني في الكلام. لا لا دي حرقة زي النوم الكل على فكرة. انا كيف اقول اصعب ابقى افضل والله صعبة جدا. صعبة جدا لسه بطاطس كتير اول بطاطس هو قلنا لك البطاطس ومش عبدنا لك البطاطس. لا انا باكل بطاطس مع فراخ عشان ابرد. ايه العرق ده كله؟ صعبة. طب اقول لك ايه؟ يا نهار ابيض اخر قطعة لسه البطاطس. ما معقولة تكسبني في بيتي وفي وسط اخواتي في القناة؟ بس اقسم بالله بصوا بصوا والله القطعة بس فرخة. برين بطل. لا بطل دي بتاعت محمد يزعل. محمد حبيبي محمد والله ما هيزعل. طب لو عايزين محمد يخش معاه في تحدي دمروا اللايكات والله دخلوا معايا. جاهز؟ نوصله 50,000 لايك؟ لا يوصلوا 20 بس. اول ما يوصل 20 تخش مع محمد في تحدي عشان خاطر انا 25. تخش في تحدي صعب. انا قلت لك لو الحاجه صعبه اكل بيتي بقى عشان ما يبقاش في كبير وفي صغير. لان انا اتظلمت بصراحه بعد وحبايبنا هيشهد ولع. ممكن دبس فضح مش مع الطلب والله. ماشي اهو. بس الموضوع صعب هنا ومصعب. انا عارف انه صعب. يا اسطى في حته ايه يا اسطى؟ لا والله مش سايبها؟ مش سايبها. بس انا اهي سيب بس انت كل حاجه وانا هوريك اهو. اخد حط دي هنا كده. انا جايبها من بيتي كانت تحت البطاطس. لا على فكره دي بتاعتك انت ما كانتش معايا والله. طب مش عارف الاول شغلك انت عندك لعبه قلت لي لا وانا كان عندي. يعني شوف الفيديو يا عم. ماشي دي رقبه. انا ما كانش عندي رقبه. طيب يبقى لازم يبقى عندك زي بساعده بساعده نار. اقسم بالله اللي عامل الوجبات دي مفتري بيتم الشطه كله. شايف الميه عامله ازاي؟ فعلا صدق اللي قال عليها وجبه بركانيه. وليمه بركانيه فعلا. نشوف كنا جبنا زبادي او لبن. على فكره يا جماعه سحر هتفرح فيه قوي 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 قوي. طب ايه رايكم نخلي سحر هي اللي تطبق عليه العقاب؟ نخلي سحر تدي له العقاب. هنشوف الموضوع ده. هننزل سحر دلوقتي ونعرف الموضوع فين. شاهد انت قربت تخلص اصلا. لا 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 ابرد بقى حبه يعني حرام. بس حبايبنا هيشهدوا ان انا وجباتي كانت اكبر من وجباتك. انا كل الزور ما جاليش ولا دبوس. انا كل ميه مش شطه. ايه الجو حرب. انت الجو حرب تنام عليه؟ ما هو الشاب ده انا حاسس ان في حاجه بتدخل في دماغي. عشان انا هتطلع من وداني دلوقتي. عارف تعطلنا يا عارف. اقسم بالله لو وجباتي قد وجباتك انا كنت دمرت. الميه يا جماعه والله ما قادر من الشط. والله ما قادر من الشط. لسه فاضل لك بطاطس. طبعا عشان هو ضيف عندنا. وانتوا عارفين ان محمود طبعا ابو الكرم. شكلك هيبقى وحش قوي. لا 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 عارفين ان انا سايب لك نفسي. وطبعا لما تشوفوا العقابه تعرفوا انا ليه خسرت له. عشان هو هيروح ازاي؟ انت حاجب. خلصت؟ والله المفروض انا الكسبان. بحجم الوجبات اللي القطع اللي عندي
طب انت خلاص كسبت بحق الله القطعه بتاعتي اكبر من القطعه بتاعتك ولا لا؟ صراحه بس يبقى كده هو حقاني واسيبه يعاقبني وانا نفسيتي مرتاحه. انا بقول الحقيقه، هنلم الليله ونهدى شويه من الشطه ونشوف العقاب الشرس اللي اللي انا اصلا كنت مختاره وللاسف وقعت انا فيه. عشان كده بقول لكم ايه، تقلب السحر على الساحر. استنونا ولو نسيت تحط السحر على الساحر، لو نسيت تحط لك حط لك على من نكسر ايدينا ونيجي. ورجعنا تاني للعقاب مع محمود، عشان العقاب دلوقتي انتوا ما عرفتوش ايه اللي هيحصل له. بس انتوا شهدتوا بالحق ان انا القطعه بتاعتي كانت اكبر من القطعه بتاعته بالذنبي. احنا طلعنا بس هو حظ، احنا طلعنا الشنط طلعت منها الواجبات، هو خد وجبته وانا خدت وجبتي. ماشي، عموما انا مش زعلان يا جماعه لان العقاب ده احنا محددينه من اول الفيديو، هو اللي مختاره بنفسه. ماشي، مش انا اللي مختاره. يلا برنس وملحوح. بس انا اقول لكم بقى العقاب ايه. حاجه جميله قوي، هنعمل له خلطه جميله. ادي اول حاجه، ادي الجبس وبالبيبس. على فكره يا جماعه اقول لكم على حاجه، اقسم بالله اقسم بالله الميه قطعه. هو بقى يفضل من الزنب كده، ماليش دعوه قطعه ولا مش قطعه. قطعه بس صح، انا عماله تقول الميه قطعه، بلاش العقاب ده. بس انت قلت لي يعني انا هفضل بالجبس كده هعرفك، يعني هعرفك. ما هو قلت لك انا هروح بدولك كده، قلت لي ماليش فيه. لا بس لا، انا قلت لك ايه؟ ايه؟ قلت لك هديك هدوم من عندي لو عقبت. هديك هدوم من عندي، قلت لك هشتري لك. بس ما جيتش ناسك ده لسه، هو شايل لي ده كم ده، وقبل ما ينزل يشتري لي اروح انا امتى؟ يلا يا برنس انا قاف. بس ملحوق، ادي الجبس وادي البيبس. يلا يا برنس اعمل له احلى عجينه. يلا ان شاء الله الميه هتيجي. طب تعالى فضي. ايوه انا فضي هنا وانا بفك الغطا الاول. امسكه ازاي انا كده وافضي؟ طبعا ده البيبس اللي فاضل مننا. يلا يا ابراهيم بقى حط كله، حط كله، جبس كتير. انت عايز العجينه؟ انا بتمنى لك. لا 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 حط كله. وادي جبسنا الجميل. مش كتير طيب؟ ها ليه؟ ما هو بص العجينه ما تنفعش يعني هتبقى ميه. والله لو انت كنت بالك ماشي. يلا ملحوق ده بيتفاعل. ايوه ده شيبس، ده تجربه كيميائيه. حط حط ده بيتفاعل. ايوه هو كده جميل. بص يا جماعه بيفور. طب هو لازم يفور يا محمود، مش سودا. يا لهوي ده بقت عامله زي الشاي باللبن. بقت عامله زي كده. ده انا هبقى جله. بقت عامله شاي باللبن يا جماعه، شاي باللبن مش بيبس بجد. طب ما تسامحنا ايه؟ ما الميه قطعه ابراهيم يسامح العباد. ماشي اتفضل. ماشي وانت ما كنتش. طب ممكن استاذنك في من هاتي صراحه هاتي من دي طيب، بس ما تقول غير ما تفتح الحلقه. ايه كنت هتسامحني؟ بامانه كنت حطيت شكار الجيمس بالبتاع ده. يعني انا عندي حق لما قلت انقلب السحر على الساحر. عشان بس ما تخشش في ودني. اعمل كل اللي نفسك فيه واكتم مناخيرك كمان بمره. مناخيري؟ عشان الريحه ريحته وحشه. لا صعبه صعبة بجد يا جماعة. هو بقى شمبانزي خالص. ارجع ورا الاكل. هو اللي اختار العقاب، بس ما كانش ببيبس، كان بمية. يلا يا برنس. اه بس البيبسي ساقع. اه بس البيبسي ساقع. طيب احنا لو انت عايز البيبسي يبقى سخن. طب يلا. هتاخدها كلها ولا تديها؟ لا كلها، العقاب كامل. خد العقاب كامل. اه يا وزعة. اقفل عينك. لا كفايه عشان انت كده هتتبقى. طب خد حبه كمان. خلاص يا ابراهيم انت بتزلني. ده احلى عقاب. عشان يحرر. بتوع الاسكريلات يخرجوا. خلاص يا ابراهيم. اخر حبه انزلها. خلاص يا ابراهيم. اخر حبه انزلها. حبه حلوين وهم تنزلها. ايه يا ابن اللذينة. والله العظيم ما مرحبك يا ابراهيم. اجيب لهم الجبين عشان بس. لا الجبس دخل في عيني. طب انا قلت لك. طب انت بنعمله ايه طيب؟ تاخد حبه جبس ثاني؟ تعيش وتاخد من غيرها محمود؟ وانت حاجه جاي دلوقتي انا مش شايف. يا لهوي مين هيمشي على الارض؟ امتى؟ يعني ده قبل واحد. لا هو ده كده كامل يعني انا نضفه لك. ماشي وصلت لله على بركات، واقسم بالله هعمل معاه تحدي بس يكون اكل بيتي عشان يبقى القطع قد بعضها وهنفخه. معلش يا محمد ده انا جاهز؟ لا وانا كمان هخش معاك في تحدي تاني. ماشي وصلت لله على بركات عشان اخد حقي. يلا سلام. انا اقول لكم سلام.